وآخر أنا بس أبى قطة شيء على السريع، لما تطالع المسؤولين في الدولة جزء منهم في مؤسسات الدولة، جزء من المسؤولين جزء لا بأس فيه فاقدين القدرة على أن يفكرون أصلا. هاي مصيبة، لأن يا بشكل بعيد عن المعايير السليمة الصحيحة لإدارة المؤسسة اللي هو عليها. هذا اللي جاي بمعيار اسمه ولا طائفته ولا جماعته ايش بيقدم لك؟ يبي يقعد مثل الكرسي، ايش بيعطيك؟ ولا شيء، ما يقدر يعطيك شيء. ناهيك عن قتل روح الطموح لدى الشباب. اكو ناس قاعد يشتغلون سنوات وسنوات في مؤسساتهم، يتطلع يصير مدير، يتطلع يصير وكيل مساعد، وكيل، يوصل الى مرحله بعد مثل اللي قاعدين نقول له حدك لا تطالع فوق، انت هذا حدك بس. الحين اي شيء فوق هذا مو لك، هذا حق غيرك بالوقت.